الحفله الحقيقه هي تكريم لكل شيء بيشتغل معنا بمناسبه يوم التطوع العالمي. اللي افتتحنا فيه لوحه ان شاء الله حتفوت بجينيس، هي رسم تكعيبي رسموها الاولاد والشباب، عباره عن تجسيد لمواقع الاثريه السوريه اللي شيء منها تدمر وشيء منها لساته بقيان. اخترنا موقع نحطها هي قدام منطقه حرستا لحتى توصل رساله للعالم بانه حضاره بلادنا رح تتغلب على دمارها. فاليوم على هامش هي اللوحه حنا عملنا هالحفله لحتى نكرم الموظفين التابعين لجمعيه الندى والهيئه العامه للمتطوعين والجمعيات اللي كانت عم تشتغل معنا خلال هالفتره هالعام. يعني فعاليتنا بمناسبه اليوم العالمي للتطوع، حابين نتشكر كل العاملين عندنا بالجمعيه منهم المتطوعين اللي نحن كثير بنشتغل شغل حلو على الارض. عندنا 12 فريق، هال 12 فريق بيشتغلوا بمناطق اغلبها الناس اللي بلشت ترجع على مناطقها مثل الغوطه الشرقيه شبعه والزبداني والصبورة، وفي عنا يعني مناطق تانيين بدمشق مثل برز البلد اللي هلأ بلشت العالم ترجع. هدفنا نحن أنه نوصل كل الخدمات اللي بتقدمها الجمعية. نحن بنشتغل هذا البرنامج التطوعي ضمن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، منقدم كتير من المساعدات بعد ما نعمل رصد ونشوف احتياجات العالم، بنعمل رصد ومنقدم لهم مساعدات عينية طبية، بنحول لهم دعم نفسي، بنعمل لهم محاضرات توعوية لحتى يعني يطلعوا من الأزمة والصدد اللي هن وصلوا له خلال هالثمان سنين.